ليش انت ريمينينج الحزمه الاشعه المتبقيه يتم حسابها على ذا موست كومن امبليكيشن ان ديستري اسس ان وير بيرفورمد ان بوستيريور بارت اوف ذا جو اون سكال فانتوم في خطه علاج الزرعات السنيه لان عندها قدره على اخذ قياسات. المؤتمر تم افتتاح جلساته في يوم الاثنين الماضي لاستعراض حوالي 253 ورقة علمية مقسمة على 7 محاور رئيسية اللي هي محاور المؤتمر. هذه المحاور هي محور هندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب وتقنية المعلومات وهندسة التحكم والطاقة والهندسة الميكانيكية والإدارية والطبيات والعلوم الإدارية والمالية. طبعا استقبلنا حوالي 255 ورقة زي ما قلت، استقبلنا حوالي 430 ورقة تم تقييمها وقبول 255 ورقة تم استعراضها خلال جلسات المؤتمر في الأيام السابقة. طبعا الحقيقة المؤتمر هذا يعتبر المؤتمر الثاني، لأن سبق الهيئة ونظمت المؤتمر الأول في شهر مارس سنة 2018، ونظرا للنجاح الكبير اللي ألقاه المؤتمر فتم الاتفاق أو إدارة الهيئة أعلنت عن إقامة مؤتمر سنوي لهذا الحدث. كل في مجال نتمنى أن تتكرر هذه اللقاءات ذات المؤتمر الأمر الذي ساعدنا في الخروج بالتوصيات. دكتور عادل الدرجة المعنية رئيس الإدارة للقاء الهيئة، تفضل دكتور. السلام عليكم. نجاح ونتمنى أن نستكمل طريق النجاح من خلال التصحيح وعملية العلاج مشاكل الدولة الليبية في جميع التخصصات هذه المشاكل خلال دعم ووقوف أشقائنا في العمل الفني. أن نقيم هذا المؤتمر 7 تخصصات شمل هذا المؤتمر طيلة 3 أيام إلى التوصيات التالية: 1. عقد العديد من المؤتمرات والندوات المدعومة بمختلف وسائل الإعلام والتي تهدف لعكس الصورة الحقيقية للتعليم التقني والفني وبيان أهمية مخرجاته لكافة مكونات المجتمع الليبي من أفراد ومؤسسات.